relative pronouns as a subject or of adjective clause. بالنسبة لي هذا الموضوع فموضوع بسيط جدا وإن شاء الله ما راح نواجه به أي مشكلة. نجي احنا اول شيء عندنا الاداة هو ونعرف بان الاداة هو تستخدم مع العاقل، وعندنا الاداة which وقلنا نعرف بان الاداة which تستخدم مع غير العاقل، وعندنا كذلك that تستخدم ولازم من نستخدمها ما نحط وياها اي بارزة الذات. طيب I have a friend he has many classical records. طبعا هنا عندنا اللي هي حذفنا اللي هي خلينا اللي هو بدالها خلاص انتهى الحل. الثانية عندنا هنا هذا الفاعل جماد حذفناها وخلينا بدالها which. هنا عندنا الات حذفنا الات وخلينا بدالها ذات لا أكثر ولا أقل. هاي طبعا أمثلة. As a subject of a clause that may be replaced طبعا الذات ممكن نستخدمها بدال الهو والذات، يعني الذات تستخدم ويا كل الأدوات. بس أهم ملاحظة بأنه إذا عدنا فارزة قبل الاختيار ما نقدر نحط الذات، لأن الذات من تستخدم بدون فارزة بس، أما هي الذات فنقدر نستخدمها بشكل عام وهي الكل. I have a friend who has many beautiful classical records. I have a friend that has many beautiful classical records. نفس الحالة طبعا الذات جدا مهمة تستخدم وهي الكل بدون أي مشكلة. بدون أي مشكلة تقدر تستخدمها للجماد وتقدر تستخدمها للعقل. طيب نجي على رقم 9. بالنسبة لرقم 9 فقايل لي combine أربط هذه الجمل بهو أو which أو that أو إلى آخره. The professor is a famous chemist. هذا الأستاذ هو عالم كيمياء مشهور. He wrote the book. هو كتب هذا الكتاب الذي ندرس عليه اليوم. His book is طيب بالنسبة للجملة الأولى بما أنه أنا عندي هي فراح أحذف هي وأخلي بدالها هو وأربط الجملة خلاص انتهى الحل. بس أحذف هي أحط بدالها هو. His book is in the library. His book for the book for the graduate. طبعا هنا نقدر نستخدم الذات ونقدر نستخدم which. رقم 3 نقدر نستخدم الwhich لانها جماد. طبعا الwhich مكررة فراح نحذف هاي الwhich ونخلي بدالها which الكيمستري. The students have worked hard this quarter. The students have طبعا هنا نستخدم الهو لان هذا student عاقل. نربط الجملة بين الاختيار. دكتور سميث ودكتور سميث نحذفها ونحط بدالها هو. هي والله lecture at the university at Madrid. The university at Madrid as طبعا هنا عندنا university at Madrid university of Madrid مكررة فراح نحذفها ونخلي بدالها which. طبعا نقدر نخلي ذات عادي يصير، بس اهم شيء ما ننسى ان الذات من نستخدمها ما يصير نستخدم فارزة وياها. بس my roommate زميلي طبعا انا عندي عاقل وهنا عندي هي احذف هي وخلي بدالها هو او اقدر احط ذات عادي مو مشكلة. هارفورد وعندي it فراح استخدم الwhich لانها جماد. Many politicians سياسيين فراح نقول they who الذين. عند هنا أيضا who لأنه عاقل هي فراح نحط بدالها هو. موضوع بسيط وإن شاء الله ذكرنا بينه أبد ما راح يعني ما نلقى به أي صعوبة إن شاء الله. ممكن تسألني تقول لي زين أستاذ أنا عندي اللي هو والذات ومرات أقدر أستخدم الاثنينات شلون بيش حالة؟ اي مشكلة ماكو، اي اداة تستخدمها راح تجيك صح. اما بالامتحان فمستحيل يجيب لك الذات والهو وان اثنينات الاختيارات صحيحة، يعني ما معقولة، يعني مو منطق هذا. يعني ما معقولة اقول لك مثلا سؤال بشكل عام مثلا خلينا نقول بالجغرافيا يقول لك الاستاذ مدينة عراقية ويقول لك بغداد البصرة
عمان يعني مو منطق هذا، مستحيل يجيب لك اختيارين اثنين صحيح، يجيب لك اثنين غلط او واحد صح، هاي ذا اختيارات. زين هو خاب يجيك اختيارات، فهو اكيد راح يجيب لك ذات ومثلا وياها غير ادوات، او مثلا مثلا يجيب لك عاقل ويجيب لك which where وهو، فانت تختار هو او which where وين واي وذات، فما يجيب لك ذات وهو هن اثنينات نفس الاختيارات، لا هذا مستحيل يعني ما صايره. واتحدى اي استاذ واي طالب يقول لي هذا سؤال جاهز، الا اذا بي نقطه، الا اذا بي فارزه، لان احنا ذكرنا اذا عندنا فارزه ما راح نستخدم بالذات، اذا جاب لك اختيارات وقبل الفارزه راح تختار الهو او الوجه او حسب الاداه يعني، بس الذات ما راح تستخدمها اطلاقا اذا لقيت فارزه. نجي على موضوع الـ relative pronouns as objects of adjective clauses، نجي على هاي الأدوات. طبعا هذا الموضوع موضوع بسيط ان شاء الله، وراح نكتب عليه ملاحظة. اولا هو هنا يتكلم عن ضمائر المفعول به، objects يعني مفعول به. اولا خلينا نعرف شنو هو المفعول به، يعني انا من اقول object pronouns ضمائر المفعول به لازم اعرف شنو هو المفعول به. خلينا نكتب ملاحظة، المفعول به هو اي كلمة او ضمير، المفعول به هو أي كلمة أو ضمير تأتي بعد الفعل الرئيسي، مرة أخرى أعيد الملاحظة، المفعول به هو أي كلمة أو ضمير تأتي بعد الفعل الرئيسي. طيب خلينا نأخذ مثال عليها، I visited her، نكتب هذا المثال، هذا واحد نكتب يمنا ما لنا علاقة، هذا إحنا بعدنا بدنا نحكي عن الحل. نكتب هذا I visited her، انجر خط جوا الهير، هذا الهير هذا مفعول به لأن جاء بعد الفيزيت، والفيزيت مفعول به رئيسي، فعل رئيسي. إذا نجر خط جوا الفيزيت نقول له يا فيزيت أنت فعل، أنت فعل رئيسي والهير مفعول به. شنو السبب؟ لأن الهير جتني ورا الفعل الرئيسي فراح أقول عليها مفعول به. مثال آخر، she bought the records، هاي هذا المثال هم نكتبه على جنب ما له علاقة بالموضوع. هذا records مفعول به، ليش مفعول به؟ لأن جاء وراء الفعل اللي هو باي يشتري، المثال رقم الآخر she bought it، الآن أنا أريدك أنت تطلع لي المفعول به، وين المفعول به هنا؟ طلع لي. طيب زين، هسه راح نجي الريلاتيف. بالنسبة لي حل هذا الموضوع بسيط كلش إن شاء الله. بالنسبة لي هذه الموضوع نفس الأدوات، إحنا راح نستخدم هنا طبعاً الهوم لو الوتش لو الذات، الهوم مع العاقل والوتش مع الجماد، والذات تستخدم معها الاثنين بدون فارزة، الهوم مع العاقل، الوتش مع الجماد، والذات مع الغير عاقل، عفوا مع الكل عاقل وغير عاقل، اذا كانت بدون فارز. I visited her، انا من عندي her هنا، عندي مفعول به بهاي الجملة، انا باوع الجملة عندي مفعول به، اي نعم عندي مفعول به، شنو هو الهير؟ شلون عرفته؟ من خلال الفيزيت توني شرحته. ايش راح اسوي اني؟ اشيل الفارز اللي بالنص واحط احذف الهير واحط هوم وانتهى الحل. بس صارت she is the friend whom I visited last week. الجملة الثانية she has many classical records she bought the records in Vienna. ايش راح اسوي انا؟ حذفت the record، ليش حذفته؟ لانه مفعول به
احنا ذكرنا ان مفعول به نحذفه، حطينا الوجه، ليش خلينا وجه؟ لانه غير عاقل جماد، ونزلنا الحل مثل ما هو. الجمله اللي بعدها هاي عندي I am looking for كذا شي كذا. I am looking for that، خلينا الذات بدال الات، حذفنا الات وخلينا بدالها ذات ونزلنا الحل مثل ما هو. شلون عرفنا الات مفعول به؟ ورايا نجتنا ورا الباي يشتغل. ونفس الحاله ذكرنا object of clause that may replace whom which is although whom is preferable، يعني المفضل ان احنا نستخدم whom، ولكن اذا استخدمنا ذات it's okay، مو مشكله اثناء الحل. نفس الحكي هنا، مو مشكله، ما عندنا كل مشكله. Notice that the relative pronoun is used as object of clause. The relative pronoun whom is replaced in the form of the subject verb combinations. يعني معناها يقول لك نقدر نستخدم الهوم بالبداية عادي، ما عندنا أي مشكلة. يقول لك الهوم مو مشكلة إذا جتنا ثاني نقطة. أنا إخواني يعني أنا هذا الحكي كله ما أريد. أريد أعرف وش وقت أستخدم الهوم. الهوم نستخدمها من يكون عندي مفعول به. شلون أعرفه مفعول به؟ إجاني ورا الفعل. إجاني ورا الفعل. He is the friend whom I visited. He is the friend I visited last week. يقول إنه in the spoken. يقول بالكلام عادي نقدر نحذف الهوم. يقول بالكلام نقدر نحذف الهوم. بس هيك ملاحظة نأخذها. الهوم يمكن أن نحذفها بعض الأحيان. إذا كان تغييرها أو حذفها ما يأثر على المعنى. هيك بس ملاحظة نأخذها بسيطة. مثال لاحظ بأن حتى الوتش يعني هاي يعني أداة الربط، هي طبعا أدوات الربط، يعني احنا بالكلام بعض الأحيان نقدر نحذفهن إذا كان ما يأثر على تغيير المعنى. أكيد إذا كان ما يأثر على تغيير المعنى. وحتى باللغة العربية مرات نحذف أدوات، كلمات نحذفها. باللغة العربية عندنا كثير من الكلمات أدوات السؤال تحذف، يعني للصعوبة أو يعني نقدر نعرف هذا الشيء من خلال السياق. يعني حتى باللغة العربية مرات نحذف. مثال على هذا الموضوع، مثال على هذا الموضوع أن اللغة العربية تحتوي على حذف، اللي هو يعني يحذفون بعض الكلام، وهذا طبعا لأغراض يعني حسب السياق. طبعا من الأمثلة على ذلك من الأمثلة على ذلك همزة الاستفهام. أو حتى الوصل. أكو آية بالقرآن الكريم تقول يقول على سبيل المثال عندنا بآيات أخرى، عندنا بسورة الهمزة كلا لينبذن ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. أيحسب أن ماله أخلده؟ هنا يحسب أن ماله أخلده. حذفت الألف لأغراض لغوية طبعا، أكيد جزء إحنا ما نعرفها لأنه إحنا تخصصنا لغة إنجليزية. فالفكرة أنه حتى باللغة العربية بعض الأحيان يصير عندنا حذف إذا كان الحذف لا يؤثر على معنى السياق ويمكن نعرفه من خلال النص. أما إذا كان النص كلمات مثلا although بالرغم من ذلك أو but، لا هنا ما نقدر نحذفها. يعني
هيك بس ملاحظه نستفاد من عندها. عندنا تمرين 10 رايت هو هوم ويتش ذات، هنا نستخدم هاي وحده من هاي الادوات. طبعا اذا نلاحظ الجمله الاولى بها فارزه، فهاي هنا مستحيل نقدر نستخدم ذات، مستحيل. فهنا طبعا اكيد راح نستخدم بالجمله الاولى جون هو most of his movies، اغلب افلامه، اغلب افلام. نخليه هذا واجب صراحه، هذا الواجب تمرين نخليه واجب. ليش؟ لان تمرين يجي هيك بالامتحان صراحه، فنخليه واجب ونحله ونشوف شنو حلنا، شوف شنو حلنا صح ام خطا. هو بسيط يعني، انا احب اريد احله بس قلت لا، الموضوع هذا التمرين هيك يجي بالامتحانات، فخلينا نخليه واجب. تمرين 10 واجب، تمرين 11 then decide the sentence. هذا تمرين يقول لك صحح الخطأ، first underline the adjective clause in the sentence then decide if the sentence is correct or incorrect. If the sentence is correct, find the mistake and correct. I have just spoken with a friend I met in كذا. بهذا التمرين يريد من عندنا نكتشف الخطأ، هل هذه الجملة صح أم خطأ. طبعا هو يريدك تحدد الـ adjective clause يعني جملة الربط، وتكتشف هل هذه الجملة صح أم خطأ. أيضا هذا التمرين راح يكون واجب عليكم، أريد نشوف حلنا. طبعا مثال عليها، ناخذ مثال. يقول he is really very intelligent student who his professors respect. شوف هاي الجملة صح أم خطأ، ونكتشف هل مستخدم الأداة بشكل صحيح أم لا. هل هذا التمرين أيضا واجب علينا؟ تمرين 10 وتمرين 11 واجب عليكم تحلونه. تمرين 12 with another student improve the following text for. هنا يقول حسن الخطأ، هذا مو مهم، مال بي قصة مو مهم هذا. طيب تمرين 13 يقول combine the sentence omit the relative pronoun where possible and add comma where it is necessary. يقول لك احذف أداة الربط إذا يعني اربطها بالبداية، واذا تقدر تحذف اداة الربط احذفها، واذا تحب تضيف اداة فارزة حط كوم اهم حط حسب ما انت تشوف السياق. The adverb clause test was easy. The test was last Friday. الامتحان كان سهل والاختبار كان في يوم الجمعة. The adverb clause test was easy. The test last Friday. هنا أنا عندي التست، تست غير عاقل، وراح أختار which. The adverb clause test was very easy. Was easy. Which was last Friday. لأن التيست غير عاقل. سلامة خيركم. ثانيا I enjoy taking grammar test. The test والله تمرين هذا أيضا راح يكون واجب. أنا صراحة أستغرب من بعض الطلاب، خصوصا بعض الأحيان حتى على اليوتيوب، يعني مرات حتى على اليوتيوب مثلا أشرح هذا الموضوع، حليت التمرين كله وصلت لحد رقم 14، قلنا هذا التمرين خليه لكم واجب، خلي شوكم تتابعون، لا حلوه انزليها بالتعليقات. طيب ف هذا الموضوع وياي دائما، يعني الطالب يجيني راسلني
بالدورات الخاصة بالدورات العامة على اليوتيوب. أستاذ الله عليك عف هاي الفكرة، ما تخلينا واجبات. أستاذ الله عليك حلني إياها. يعني ما أعرف يعني هاي السالفة، ما أعرف يعني الطالب ليش يكره يحل التمرينات، والمشكلة بالامتحان يجيك يقول لك أستاذ أنا قريت وما جاوبت. أنت قريت وما جاوبت لأنك ما تحل، لأنك ما حليت بنفسك واكتشفت شنو خطأك وين الضعف، وين ما عرفت تحل. جايك بس تبوع الحل، تريد بس تحل، عبالك هي حزورة تريد تحلها بس، ما تريد تدرب تقعد تحيل تعرف هذا صح هذا خطأ، هاي ما تريدها. وهاي نتائجك لما ترسب الامتحان، لا تقول أنا ليش رسبت، لأنك ما تحب تحل، وهاي النتائج.